ورحمة الله وبركاته فارس وفارس جيمز وقت بعزيز هل الاتحاد السعودي قادر على كسر عقدة الديربي امام الاهلي ام لا؟ حاليا اليوم الاربعاء باذن الله بكره راح تكون المباراة يوم الخميس على الجوهرة او في ملعب الجوهرة مباراة كبيرة جدا الديربي اكيد يعني شي كبير تتكلم عن ديربي جدا الاهلي والاتحاد حقيقة التذاكر ما انباعت يعني في البداية خلنا نتكلم بس عشر الف تذكرة تقريبا وهذا شيء جدا سيء. ولكن ممكن الجمهور الفريقين يحضرون في الملعب يعني يشترون تذاكر من الملعب فأول شيء راح نتكلم على الاتحاد وبعدها راح نتكلم على الأهلي الاتحاد عندنا حراسة المرمى احتمال كبير يكون أو تقريبا بنسبة كبيرة فواز القرني قلوب الدفاع زياد الصحفي معه عبد المحسن فلاتة لأن كوست حسب صحيفة الرياضية تأكد غيابه رسميا فالثنائي الصحفي فلاتة لا بأس به قادرين يقدمون شيء كويس ولكن داكوستا كان أهم يعني بس وش يسوي يعني غياب رسمي عنده إصابة أتوقع وغير جاهز فداكوستا عنده خبرة قوية جدا ولكن ممكن الصحف فلات يسوون شيء نتكلم على الأظهرة الشباب عبد الحميد والشمراني في أخبار تقول ما راح يكون الشمراني بل راح يكون منصور الحربي فحقيقة يعني اللي شايف من الكل الاتحادين ومنصور الحربي يقولون أفضل افضل من حمدان الشمراني، لان حمدان الشمراني يعني في الجانب الدفاعي دائما يقول انه سيء، فما ما ادري يعني الحربي او الشمراني اتوقع كلهم واحد انا بالنسبة لي اشوف، اما عبد الحميد فهو ظهيري من جدا ممتاز، المحاور فيتشيو ومعه دي فيتشيو ممكن يلعب وممكن لا، لكن اذا ما لعب خسارة جدا للاتحاد فيتشيو انا بالنسبة لي حقيقة اشوف انه حاليا يعتبر مع فوز قرني وروماريني افضل ثلاثة لعيبة في الاتحاد. فيديو مبدع ما شاء الله تبارك الله، يعني لاعب ممتاز الصراحة. يعني السيارة نجح انه جاب الصراحة الاتحاد استفاد من السيارة انه جاب فيتشو حقيقة اللاعب يشوفه جدا مناسب للاتحاد. اما الاحمدي فالخبرة اكيد تفرق فانا اشوف الاحمدي افضل من المالكي والسميري. جناحي من البيشي ايسر رومارينيو كلهم مجرح ممتازين قادرين على اضافة شيء كبير. والبيشي راح يواجه من جهة لوك سليمة أما روماريني راح يواجه عبد الباسط آه مو عبد الباسط عبد الله حسون فصعوبة أكيد لهذا الثنائي يعني خاصة البيش يتكلم عن لوك سليمة ولكن البيش قادر يستفيد من لوك سليمة لما لوك سليمة يطلع في الهجمات لأن لوك سليمة طلعات كثير فقادر أن عبد الحميد مثلا يمسك الكورة ويسوي هجمة مرتدة والبيش يستغلها وممكن بعدها يصنعها لألكساندر أو أي واحد وتجي جول ف هذه اللي ممكن استغلها البيشي حقيقة يعني رومارينيو عبد الله حسون مدافع ممتاز ولكن او يعني ظهير ممتاز ولكن رومارينيو قادر على الخداع. في نويفا الخبرة تكفي وانا أشوف ايضا افضل من المالكي والسميري. اما في الهجوم فعندنا الكساندر بروجوفيتش فهذا تشكيلة الاتحاد. انا أشوف تشكيلة جدا مناسبة لكن يعني الاتحاد راح يعاني من غياب ديكوست وهذا غياب جدا مهم. نروح للاهلي لا هذا الهلال نروح للاهلي برضه النصر هذا هو الاهلي الاهلي حراس المرمى عندك محمد العويس دقيقة هنا في نكبة شوي نوح الموسى طيب عندك حراس المرمى العويس قلوب الدفاع عبد الباسط وخبراني ظهيرين من حسون ايسر لوكاس سليمة فدفاع الاهلي وحراسته كويسة جدا يعني الاهلي مستمر عليهم من فتره طويله تقريبا ست مباريات فمشكلين دفاع جدا ممتاز وصراحه مباراه الاهلي الاهلي خسر فيها بسبب غياب هذا الثنائي ولكن حسب سمعت انه المدرب كريستيان جروس راح يعتمد عليهم رسميا في المباراه المقبله واليوم جوزيف دي سوزا ونوح الموسى ولن يفرط فيهم ابدا راح يكونون هم المحاور الاساسيين فهذا شيء جدا ممتاز للاهلي المباراه الماضيه مش الاهلي ترى خسر بسبب المحاور الحزم استغل الوسط الفاضي في الأهل من المقهوي وسرج فمع عوده جزيف ونوح الموسى راح يشكلون وسط قوي مع الدفاع القوي وراهم الرباعي عبد الفتاح والجانيني وبلالي والسومه طبعا الجانيني دائما يلعب يا مهاجم ثانيه جناح من لكن مع قرص المباراه الماضيه اللي لاحظت ان الجانيني صار يلعب خلف المهاجم ومع عبد الفتاح وبلالي الصراحه ثلاثي هجومي ممتاز لكن انا افضل الجانيني اما في الطرف الايمن او مهاجم ثاني مع السومة ويكونون بهذا الشكل فتشكيله الاهلي جدا ممتاز الصراحه ولكن لو ما لعب جوزيف او نوح الموسى يعني واحد منهم على الاقل الاهلي راح يعاني جدا جدا خاصه نوح الموسى لانه ما شاء الله يمسك الدفاع تماما حتى جوزيف لكن جوزيف من الناحيه الهجوميه تخريب شوف افضل من الدفاعيه اما نوح جدا ممتاز ما شاء الله تبارك الله فتشكيله الفريقين كويسه ولكن بالنسبه لي اشوف الاقرب للفوز هو الاهلي الاهلي قاعد يقدم اداء كبير وغير كذا ما عنده مشاكل يعني حل تغلب المشاكل اللي بين اللعيبه وبين الاداره وزي كذا فالاهلي صار جدا يعني متكامل والكامل الله اكيد ف... والاتحاد يعني يحاول لكن مشكله الاتحاد قاعد يعاني شوف الاهلي يعني الصراحه اقرب للمباراه وتوقعه 2-1 للاهلي فهنا صارت المقطع واتمنى الجميع يعني يعطيني توقعاته والاتحادية انت قادر تفوزون ولكن انا يعني اعطيكم توقع شخصي بس فكل شيء ممكن في مباراة بكرة واتمنى الجميع ينشر المقطع في كل مكان عشان نوصل ثلاثين الف مشترك في اقرب وقت وكلمك في سبيرز جيمز في مقطع ثاني باذن الله مع السلامة